السلام عليكم. انا ضربوا لي ولدي وانا علاش يضيعوني في ولدي؟ داكشي اللي كان كساب وانا خصي نشدو لي الحق في ولدي، ماشي يضيعوا لي ولدي هكاك وصافي. علاش؟ شنو هو السبب؟ والحمد لله وصافي. الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه. كان خارج للخدمه وكان ماجي مع 12 الليل وطارطوا له خليك مع القنطره. والحمد لله صافي. انا ما نقدرش نقول لك لا طلعت ولا عطل. انا كنقول لك السيد تحت يد الشرطه راه عند البوليس، والبوليس راه التقرير ديالو عندي، وانا ما باغيش نزيد شي كلمه اخرى في بالي. ماذا كاين الانسان تحت الحكم ديال البوليس؟ انا ما عنديش دخل في هادشي باش نكون واضح. شكون جاب لكم الاخبار؟ الاخبار جابوا لنا السيد صاحبي انا حاول دنيت، مشى للسبيطار الزمر ديال هذا المستعجلات بلا كار ديالو، ما عنده ما متعرف عليه. قال له عند المستعجل، قال له ما ديال الدري واش ماشي عندكم؟ قال له راه في السبيطار الراس. شفنا قبيله اصلا في السبيطار الراس، هو عيط علينا قال لي راه في السبيطار الراس. تبغيت تسير وقع له هذه الحادثه نهار تقريبا فين ضرب الدري؟ ضرب جوج ضربات هنا في الراس، ضرب جوج ضربات في الراس، وحيدوا له بكالا وحيدوا له الحوايج ولاحوه، مشى في حاله الغيبوبه، ما ضربوا في الليل، ابقى حتى 8 عاد دخلوا النهار الاثنين، دخلوا عاد دخلوا الانعاش حتى 8 د النهار. اش كيدير مسكين الدري في الحي؟ كيخدم. حنا تا قلعوا له البشكليت، قلعوا له الحوايج، قلعوا له كل شيء، كيخدم. هو يدينا هو رجلينا باش كنعيشوا حنا، هذاك هو المعاش ديالنا. امو انت كتشوفها كنمشي على يده ورجله، انا عندي 83 سنه، علاش غادي يضيعونا في هذا الولد؟ شنو السبب؟ خاصني نعرف شنو السبب. اعداء الله هادو مجرمين.